من الحدود الشمالية الإسرائيلية ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأغبر. أهلا بك معنا رائد، لك أن تطلعنا على سير التطورات العسكرية في الشمال، وطبعا نتحدث عن الجانب الإسرائيلي، وإذا كانت هناك معلومات متوفرة لديك حول المسيرات التي انطلقت من العراق وأصابت أهداف في جنوب إسرائيل، تفضل. نعم تهاني، ربما يكون العنوان الأبرز للأحداث خلال هذا الصباح والليلة الماضية هو المسيرات ونشاطها ودخولها إلى هذه المعارك شمال إسرائيل وجنوب لبنان وحتى على الحدود الأبعد من ذلك. الجيش الإسرائيلي قال بأن مسيرتين حاولتا دخول الأجواء الإسرائيلية من ناحية البحر الأحمر، قال بأنه اعترضهما قبل دخولهما الأجواء، كما أن مسيرتين من ناحية الشرق من ناحية البحر الميت قال أنه اعترضهما أيضا وأسقطهما قبل دخولهما إلى الأجواء الإسرائيلية. من ناحية سوريا أيضا مسيرة من ناحية الجولان وقال بأنه اعترض هذه المسيرة. نضيف هنا بأن الجيش الإسرائيلي نشر قوات راجلة ومراقبين لترقب دخول المسيرات على الحدود إن كانت الأردنية أو على الشريط الحدودي في جنوب لبنان، لكن دخلت بعض المسيرات واخترقت الأجواء ووصلت إلى مناطق بعيدة في الجليل الأعلى والجليل الأسفل. كان آخر إعلان قبل ساعة عن دخول مسيرة ووصولها إلى بلدة الغجر المتاخمة للحدود على جنوب لبنان. بالفعل كان اليوم الماضي ناشطا جدا، هذه هي الصورة إليكم حيث الشريط الحدودي شمال إسرائيل وجنوب لبنان. ربما يكون هدوء نسبي يتخلله بعض ضربات المدفعية حتى هذه اللحظة، لكن دوت صفيرات الإنذار بعد إطلاق رشقة صاروخية تكونت من 10 صواريخ وصلت إلى مناطق الجليل الأعلى. قبل ذلك يعني في اليوم الماضي كان زاخرا جدا بالرشقات الصاروخية والضربات أيضا من جانب الجيش الإسرائيلي، إلا أن اليوم الماضي أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم عمال أجانب بينهم هم عرب وبينهم مستوطنين. إصابات أيضا كانت خلال القصف المتبادل يوم أمس الذي استهدف مستوطنات مثل المطلة، مارجليوت، كريات شمونة، قلعادي، كفار قلعادي وكثير من المستوطنات المتاخمة. الصواريخ النوعية التي أطلقها حزب الله ليلة أمس وصلت إلى مناطق بعيدة إلى شمال تل أبيب الكبرى، الحديث عن الخضيرة، الحديث أيضا عن قيسارية وعن مناطق مثل خليج حيفا، محيط عكا. بالفعل كانت هناك إصابات وبعض القتلى في تلك المناطق واستهداف لمركز إنشاء أو صناعات عسكرية تابع لسلاح الجو الإسرائيلي. التطور العسكري والقصف المتبادل مستمر، حيث أن الجيش الإسرائيلي أيضا يعلن عن استهدافه لمواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعلن عن استهدافه لمدينة النبط، يعلن استهدافه لمواقع كثيرة في جنوب لبنان، يظهرها على الخرائط ويحذر المواطنين اللبنانيين من التواجد في المناطق القريبة من المواقع التي يظهرها، ويقول بأنه يدمر عشرات الأنفاق ويقتل عشرات عناصر حزب الله ويستحوذ على مزيد من الأسلحة ومنها منصات صواريخ معبأة جاهزة للضرب ولقصف شمال إسرائيل. على الجانب الدبلوماسي وبعجالة هناك المراقبون لا يرون أي تطور في الأفق السياسي رغم الحراك الدبلوماسي الذي يعني يتشكل أو يتركب ما بين تل أبيب وبيروت بوساطة أمريكية. شكرا جزيلا من الحدود الشمالية الإسرائيلية موفد الحدث رائد الأغبر.